مرحبا، أنا اسمي لورا من مركز العمل التنموي معا. اليوم بدي أحكي لكم عن مشروع تضافر. مشروع تضافر يستهدف الأفراد، الأفكار الريادية والمشاريع القائمة اللي تضررت من أثار جائحة كورونا في الفترة الماضية. إذا أنت أو أنت من سكان محافظة القدس وضواحيها وعندك أو عندك مشروع قائم أو فكرة مشروع ريادي جديد، بإمكانكم الانضمام لنا لمشروع تضافر اللي رح يقدم لكم الدعم الفني، المنح المالية والورشات التدريبية اللازمة. إذا بتنطبق عليكم الشروط عبوا الروابط المرفقة في الأعلى وبنشوفكم.